السلام عليكم، مرحبا بكم على قناة باتيس حنان. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نحضر معكم بسطيلات الحوت بشكل جديد مختلف ومميز، وكذلك طريقة التحضير اللي سهلة وبسيطة. غادي نحضروا جميع المكونات في مقلة واحدة، يعني بطريقة سهلة، وكذلك توابل اللي غادي تكون في متناول الجميع، يعني بطريقة بسيطة وسهلة غادي نحضروا هذه البسطيلة. فإلا عجبكم محتوى القناة ما تنسوش الاشتراك وتفعيل الجرس باش توصلوا بجديد الفيديوهات. أول حاجة غادي نحضرها، عندي هنايا الحوت بيض، عندي نص كيلو ميرنا اللي حيت ليها نقيتها وغسلتها مزيان وعصرت عليها الحامض، كنزيد ليها الملحة البزار والزعتر مطحون، غادي نزيد ليها الربيع مقطع أو المعدنوس، وغادي نزيد ليها شويه زيت العود، وكندخلها الفران اللي كيكون سخون مزيان. كنخليها غير كتنشف شويه، يعني كتجمع صافي، وكنخرجها ما كنخليهاش تنشف بزاف. وكندوز هنايا باش نسلق الكالامار، عندي هنايا سلسل ديال الحوت اللي حيت غليته في الماء مع شويه الحامض وورقة سيدنا موسى. وهنايا خديت نص كيلو ديال الكالامار اللي قطعته قطع رقيقه، كنزيدو لهاد الماء وكنخليه هنايا، كنخليه مدة 5 دقائق فقط، دائما كتبقاو تراقبوه باش ما كيقصحش ليكم. وهنايا غادي ناخد الواكامي اللي هو نوع من طحالب البحر، غادي نغسلو وخويت عليه الماء. كيف ما كتشوفوا مجرد ما كنخوي عليه الماء راه كيبدا كيتزاد الحجم ديالو، وكنخليه حتى كيرطب مزيان. هنايا غادي ندوز في مقله، حطيت البصله اللي مقطعه قطع رقيقه، وكذلك الثومه، عندي هنا 4 حتى 5 الفصوصه ديال الثومه، كتشوفوا اللون ديالها مبدل، فعندي الثومه مرقده مع ورقه سيدنا موسى. خديت زدت عليهم زيت الزيتون وزدت الملحه كذلك، وغادي نحرك هاد المكونات، وغادي نبقى نشحرها حتى كتنزل لينا البصله. صافي، هنا بعد ما كطيح البصله وكتشحر غادي نزيد عليها، عندي هنا فلفله حمراء وفلفله خضراء مقطعين قطع رقيقه، كنزيدهم على البصله، وغادي نزيد ليهم البزار، كنخلطهم مع البصله وكنشحرهم شويه. غادي نزيد ليهم الربيع، هنا ربيع مقطع، ممكن تستعملوا غير المعدنوس او ممكن تستعملوا قزبر ومعدنوس كيف ما استعملت. كنبقى نحركهم حتى كيتشحروا شويه، وهنا غادي نزيد ليهم بالنسبه لهذه الوصفه انا ما غاديش نستعمل فيها توابل كثيره، غادي نعتمد فقط على الملحه والبزار والهريسه كيف ما غادي تشوفوا معايا. هنايا زدت معلقه صغيره من قزبر حبوب اللي مطحون، كيبقى اختياري، وغادي نزيد كذلك البزار، وغادي نزيد الزعتر اللي هو اساسي في هذه الوصفه. الا عندكم توابل البسطيله فممكن تستعملوهم وتستغناو على الزعتر، انا ما عنديش التوابل ديال البسطيله فاستعملت غير الزعتر مطحون. زدت الهريسه كذلك، زدت معلقه صغيره، كتبقى ثاني الهريسه حسب الذوق. زدت الكروفيت، عندي 250 غرام ديال الكروفيت اللي غسلته وعصرت عليه الحامض، كنحركه مع باقي المكونات، وكنزيد هنايا الكالامار اللي سلقت وقطعت. فهنايا بالنسبه للكالامار ممكن تسلقوه دوائر عاد كتقطعوه من بعد. هنايا عندي الواكامي، من بعد ما ترطب مزيان كنقطعو رقيق، وكنزيدو الباقي المكونات، كذلك كنزيد الربيع. هنا كنديرو الربيع، كميه مهمه ديال الربيع في هذه الوصفه، ودائما كنذوقوا الملحه وكنذوقوا البزار وكنزيدوا، يعني كنعدلوا الذوق الا كانت خاصه الملحه او البزار كنزيدوه. كيف ما قلت لكم انا ما اعتمدتش على توابل كثيره، فكنبغي الحوت كيبقى المذاق ديالو هو اللي غالب في هاد الوصفات، فكنكتفي فقط بالملحه والبزار، وكنستعن بالهريسه الزعتر اللي بالنسبه ليا كنديرو ضروري مع الحوت. هنا من بعد ما شحرتهم حتى انسجموا مع بعضياتهم، كنزيد هنا نص حامضه عصير، نص حامضه كبيره، وكنخلط هاد المكونات كلها،
ممكن هنا كذلك تزيدوا صلصة الصوجة أو صلصة السمك حسب الذوق. طبعا هنا بعد ما نساجموا لي جميع المكونات غادي نزيد لهم الشعرية الصينية. هنا خديت تقريبا 125 غرام ديال الشعرية الصينية. أنا كنت هنا رطبت ثلاثة القطع ولكن ما استعملتهمش كلهم، حيدت منهم نقصت منهم. كنزيدهم الباقي المكونات وكنحرك، زدت شوية الملحة مع الشعرية وكنبقى نحركها حتى كتشرب لينا لاصوص ديال هاد الحشوة، لأن الحشوة ضروري تكون ناشفة وكتنكه لينا من باقي المكونات. كيف ما شفتوا معايا هنايا الكمية اللي نقصت، فانا ما نستعملوش كميه كبيره، يعني تكون اكبر من اكثر من الحشوه. وكخطوه اخيره زدت هنايا شويه زيت الزيتون. بالنسبه للحاجه الوحيده اللي غادي نشحرها في مقله منفصله هي هنايا الشامبينيون. عندي 250 غرام ديال الشامبينيون اللي درته مع شويه ديال زيت العود، شويه الملحه، شويه البزار، وغادي نزيد ليه شويه ديال الزعتر مطحون وكنشحروا هنايا حتى كيشرب لينا كيتشحر مزيان، فما كياخذش مده طويله، غير جوج دقائق ثلاثه دقائق كنشحروه صافي. وغادي نزيدو المكونات الاخرى اللي شحرت. صافي هنايا من بعد ما تشحر الشامبينيون كنزيدو على الحشوه اللي حضرت وكنخلطو معاها وكنخليها حتى كتبرد، عاد كندوز باش نمونطي البسطيله. قبل كنحضر بعدا الحوت، غادي نوريكم بعد ما خرجته من الفران كيف ما كتشوفوا. كناخذو كننقيه من الجلده ومن الا كان عنده الشوك في الجناب كنحيدو. المهم كننقيه مزيان وكنخليه قطع شويه كبيره. بالنسبه للشعريه الصينيه فهي كنرطبها في الماء اللي كنت سلقت فيه الكالامر، هو نفسه كنعاود نحط فيه الشعريه الصينيه، غير كنحطها في الماء بين ما كيغلي كنطفي عليها صافي وكنصفيها، يعني مده دقيقه جوج دقائق وكنحيدها صافي. هنا كندوز باش كنمونطي البسطيله. كناخذ ورقه البسطيله حجم كبير هنايا عندي كيف ما كتشوفوا، هنا كنروليها ورقه بورقه. صافي هنا كنستمر بنفس الطريقه كنبقى كنروليهم. انا غادي نوريكم الطريقه ومن بعد غادي نكمل. هنا غادي ناخذ جوج ديال الورقات بشكل طولي وكنبدا نقطعهم بالمقص بهذه الطريقه، كنقطع شرائح رقيقه صافي. هنا كنبقى نقطع بحال هكا حتى كنكمل. انا غادي نستمر بنفس الطريقه حتى نكمل الكميه كلها بهذا الشكل كيف ما كتشوفوا. كنبدا كنحلهم بهذه الطريقه باش كيتحلوا لي هاد الدوائر كلهم، كيولي عندي كتولي الورقه على شكل خيوط اللي طويله. كنحاول دائما نبقى نفككهم صافي. كنبقى بحال هكا غير بشويه حتى كيتحلوا جميع الدوائر، كنتاكد بان كل شيء تحلو مزيان. من بعد كنزيد ليها زيت الزيتون وكنبدا كنخلط بهذا الشكل حتى كتلبس ليا جميع الشرائط ديال الورقه كيتلبسوا بزيت الزيتون مزيان. هنايا غادي نزيد كميه اخرى حتى كنحس بان الورقه دهنات كلها بالزيت ودخل فيها الزيت كلها. هاد البسطيله خدات معايا نص كيلو ورقه صافي. وكنبقى كنحاول الا كانت باقا شي دوائر ما محلولاش كنحلهم وكنحطها على جنب بحال هكا وكندوز باش كنكملها. هنا عندي اطار اللي غادي نخدم فيه، عندي هنايا فيه 22 سنتيمتر على 22 وفي الارتفاع فيه 4 سنتيمتر. كناخد شرائط ديال الورقه بهذا الشكل وكنبقى نحطهم بهذه الطريقه اللي موضحه في الفيديو. كنخرجهم من الاطار
وكنبقى نستف باش كنغطي الاطار كله باش ما كيبقاوش شي بلايص خاويين تقدر تخرج لينا منهم الحشوه. دائما كنتاكد بان الاطار كله مغطي بالورقه، يعني النصف ديال الورقه كيكون لداخل الاطار والنصف كيكون خارج الاطار. كيف ما كتشوفوا كنكمل بهذه الطريقه. من بعد كناخذ واحد الكميه اللي كنحطها في الوسط، يعني غيكون هو الاسفل ديال البسطيله، غير ما نديروش طبقه اللي تكون غليظه، فقط طبقه اللي تغطي لينا يعني نشكلوا بها القاع ديال البسطيله، ولكن ما تكونش طبقه اللي غليظه. صافي هنايا كيف ما شفتوا من بعد ما قديتها وكملت، غادي نجيب الحشوه. كنخوي كميه من الحشوه، كنقادها كنسرحها، وغادي نجيب القطع ديال الحوت اللي درت من قبل كنستفهم. كنبدا بالجوانب، وكنستفهم باش كنشكل طبقه من الحوت بهذا الشكل. كنزيد طبقه ثانيه من الحشوه، كنسرحها باش كنقاد الوجه. من بعد كنبدا نجمع الجوانب ديال الورقه بهذا الشكل. فهنا كنبدا ندخل الشرائط اللي خليت خارجه من الاطار، كنبدا نقلبها بهذا الشكل، وغادي نزيد الكميه اللي بقات من الفوق وكنغطي الوجه. هنا ما كنستعملش كميه اللي تكون كبيره من الورقه، فقط غير كنغطيو بها الوجه، وكنحاول نقادها مزيان وكنضغط عليها شويه باش كنثبتها. صافي، وكندخلها للفران اللي كيكون سخون مزيان، وكنقص عليها على 180 درجه، وكنخليها كطيب على خاطرها حتى كتحمر لينا الورقه، باش كتجي مقرمشه خاصها طيب على المهل وتحمر مزيان باش كتعطينا القرمشه. وهذا هو الشكل ديالها من بعد ما خرجتها من الفران. كنخليها حتى كتاخذ لون ذهبي. هنايا قبل ما نخرجها ب 10 او 15 دقيقه، يعني من بعد ما كتشد راسها وكتجمع مزيان وكتبدا تحمر، كنحيد لها الاطار وكنخليها تكمل طياب باش كتحمر لينا حتى من الجناب. كيف ما قلت لكم هنايا كنعطيوها الوقت باش كطيب وكتجي مقرمشه. من بعد التزيين غادي ندوز هنايا باش كنشحر الكروفيت اللي كيكون حجم ديالو كبير. كنرش عليه في شويه ديال الزيت، كنحطو كنرش عليه شويه ديال الملحه البزار وشويه ديال الربيع مقطع، كنحركو بهذا الشكل وكنخليه حتى كيتجمع. من بعد غادي نقلبو. هنا عصرت عليه شويه ديال عصير الحامض، كيف ما شفتوا معايا هنا كنحركو كنحاول نقلبو بهذا الشكل، اولا نقلبوه بالسباتول باش ما كيبقى محافظ على الشكل ديالو ما كيتهرسش. صافي هنايا غادي نقلبو غير كينشف من الجهه الاخرى. صافي كنطفي عليه. هنا كذلك الحامض اللي شفتو معايا زينت به فكنخدمو بهذه الطريقه. كناخذ الحامضه في المنتصف ديالها، كنبدا كندخل الموس كنرسم مثلثات بهذا الشكل، ولكن كندخل الموس حتى لداخل ماشي غير من برا. صافي ملي كنكمل الدوره فغير كنفرقهم كيعطيني هذا الشكل. وكندوز هنا باش كنقدم البسطيله. هنايا عندي في الصحن ديال التقديم كناخذ الخس اللي كنكون غسلته مزيان ونشف، كناخذو كنقطعو يعني كنخلي غير ديك الجهه اللي كتكون رطبه كيف ما كتشوفوا معايا، وكندورو في الجناب ديال التبصيل بهذا الشكل. صافي هنايا غادي تشوفوا معايا كيفاش خديت البسطيله باش ما كتهرسش. خديت هنايا لوح ديال التقطيع وفوق منه كيف ما شفتوا معايا هو اللي غادي ننزل به في الصحن ديال التقديم باش كتبقى البسطيله محافظه على الشكل ديالها. هنايا كناخذ اوراق من الخس كنحطهم في الوسط، وغادي نحط نصف ديال الحامضه كيف ما شفتوا معايا هنا قطعته من الاسفل باش كيبقى ثابت في الوسط،
وغادي نزين بالكروفيت اللي شحرت. هنا غادي تزينوا طبعا بالطريقه اللي كتفضلوها. انا هنايا غير غادي ندورو في الجناب ديال البسطيله بهذا الشكل. صافي، من بعد غادي ناخد انصاف ديال دوائر الحامض كندورها من الجوانب، غادي نزين بها كذلك، وغادي نزيد الكروفيت كذلك في الجناب بهذا الشكل. وهذا هو الشكل النهائي ديال البسطيله ديال الحوت اللي حضرتها معكم بطريقه مختلفه وطريقه اللي سهله وبسيطه، ما فيهاش توابل اللي كثيره. كيف ما قلت لكم انا كنفضل ان المذاق ديال الحوت هو اللي كيبقى غالب في البسطيله. نتمنى ان هذه الوصفه وهذه الطريقه اللي حضرت معكم تكون نالت اعجابكم. الى عجبكم محتوى القناه ما تنساوش الاشتراك وتفعيل الجرس، وكذلك الى عجبكم الفيديو ما تنساوش مشاركته مع الاهل والاصدقاء. هنايا كتشوفوا معايا الشكل النهائي من بعد ما قطعتها معكم، فهي كتجي عباره عن شرائط اللي كتكون رقيقه ومقرمشه، وكذلك كتجي عامره، فهي كتجي الحشوه كتجي فيها عامره كيف ما كتشوفوا معايا. كانت هذه وصفه اليوم، نتمنى انها تكون نالت اعجابكم. شكرا على حسن المتابعه، والى فيديو قادم ان شاء الله.